السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. تعالوا نعمل مع بعض النهاردة القرايش السادة الحلوة بزيادة بمقادير مظبوطة على الشعر وطريقة وخطوات بسيطة جدا والنتيجة النهائية ممتازة ممتازة. بس قبل ما نبدأ في الفيديو يا ريت اللي مشتركش في القناة يشترك، ولو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والشير. يلا بينا ندخل على المقادير وطريقة التحضير. يلا نقول بسم الله ونبدأ ونقول مقادير القرايش السادة. معايا كيلو دقيق، هيحتاج كوباية سمنة ونص كوباية زيت وكوباية لبن دافي وكوباية مية، والمقادير الجافة معلقة صغيرة خميرة، معلقتين سكر، معلقتين سمسم، ومعلقة بيكنج باودر ورشة ملح، وأنا هحتاج 2 باكو فانيليا. لو أنت حابة تبدلي السمسم والفانيليا بأي نكهة تحبيها زي الشمر واليانسون ممكن جدا. بسم الله ونبدأ. نحط رشة الملح على الدقيق والبيكنج باودر والفانيليا والسمسم ونحط الخميرة على السكر وأدوبهم في شوية لبن. عشان يدوبوا معانا والخميرة تنشط ممكن كوباية المية دي هي كمان تكون لبن، يعني يبقوا كوبايتين لبن بدل كوباية. هنركن الخميرة على جنب كده، هنقلب كل المقادير الجافة الأول مع بعض. بسم الله. السمسم محمص بيدي لون حلو وريحة كمان حلو. في القرقيش والكحك بننزل بالمادة الدهنية الأول، نزلت بالسمنة والزيت ونبس بقى. بسم الله. نص كوباية الزيت ده بيخليها مقرمشة، بس انت لو حابة تحط سمنة بس مفيش أي مشكلة. نفركهم مع بعض كده كويس لحد ما الدقيق يختفي. مبنخمرش القرايش، بنخلصها عجن ونشكل فيها على طول، ومتزوديش عن معلقة صغيرة خميرة عشان ده كيلو دقيق واحد بس. لو حطيتي أكتر من كده خميرة هيتديك طعم العيش واحنا مش عايزين كده. قلبنا الدقيق والمواد الجافة مع السمنة والزيت كويس اهو. هنا انزلي بالخميرة والسكر الاول عشان ممكن الدقيق اللي معاكي ما يحتاجش كل المواد السائلة. كوباية اللبن ننزل بقى المية شوية بشوية علشان نوع الدقيق. لو لأول مرة بتعجني ابدأي بكيلو متزوديش عن كيلو، ولو الوصفة نجحت معاكي اعمليها مرة تانية مفيش أي مشكلة. القرايش السادة دي بتبقى جميلة جدا على الفطار الصبح خصوصا بعد رمضان بقى والصيام، فالمعدة مش بتبقى مستحملة أكل تقيل يعني، فكم واحدة كده مع كوباية شاي بلبن تبقى جميلة جدا.
مش هتحتاج ماده سائله تاني معايا. ما خلصتش كوبايه الميه، جاي منها شويه، قد معلقتين اهو، عشان كده نزلت باللبن الاول. كده العجينه لمت معايا اهي، ما بنعجنش فيها كتير، بس بنلمها على بعضها كده عشان ما ننشطش الجلوتين اللي فيها، وعشان كده بننزل بالماده الدهنيه الاول. ده قوام العجينه، طريه مش بتلزق، عشان تبقى سهله علينا في التشكيل. مش هنسيبها تخمر، هغطيها على ما اجيب الصينيه اللي هشكل احط فيها وارجع على طول. جبت صاج الفرن اهو، ودي القطعات اللي انت ممكن تقطعي بيها، اي واحده من دول متوفره ممكن تستخدميها، ولو مش موجود ممكن تستخدمي السكين او قطعه البيتزا. انا هستخدم القطعه دي، اما المشرشره دي هنستخدمها في القرقش اللي بعجبه معاكم ان شاء الله. بسم الله، ما تسيبيش العجينه مكشوفه، العجينه ملبن. بسم الله، نفرد كده. الحجم عايزاها كبيرة عايزاها صغيرة زي ما تحبي. السوم كده كده مناسب معايا، نشيل الطروف دي. شايفين؟ نرصها بقى في الصاج. الكيلو فيها بيرمي كمية كبيرة. نجيب قطعة عجين كمان، نبرمها كويس كده قبل ما نفردها. شايفين العجينة بتتفرد معانا بسهولة وما بتشققش ازاي؟ المقادير اللي انا قلتلكم عليها دي مقادير مظبوطة جدا. ثواني بنعملها ازاي؟ واول ما نخلص نولع الفرن على طول. يلا نشكل كمان مره. شايفين العجينه عشان المقادير مظبوطه، ناعمه وزي الملبن ازاي؟ نبرمها كده الاول وبعدين نفرد. شايفين مش مشققه ولا اي حاجه، تاخدش ثواني ازاي؟ هشكلها كلها بنفس الشكل كده، اخلص وارجع لكم. كده خلصت تشكيل كل كميه القرقيش. شايفين ما شاء الله الكيلو دي بيعمل كميه قد ايه؟ 3 صواني كبار خالص اهم. يلا بقى نولع الفرن ونخبزهم مع بعض ان شاء الله. كده القرقيش استوت معانا، واخده لون جميل من فوق ومن تحت. خليني اوريكم، شايفين جميله خالص اهي. هخرج الصاج ده واكمل باقي الكميه.
ده الشكل النهائي لرقش الساده بتاعتنا، تسويتها جميله من فوق ومن تحت، واخده لون جميل اهي ومقرمشه خالص اهي. هنشوفها من جوه، بسم الله، شايفين هشه خالص ازاي. يا رب تجربها وتعجبكم. بألف هنا وشفا. كده عملنا مع بعض القرايش السادة بمقادير مظبوطة جدا، والخطوات كمان سهلة وبسيطة، والنتيجة النهائية هتديكي قرايش طعمها وريحتها جميلة جدا. يا رب تجربها بطريقتي وتعجبكم، ولو عجبتكم ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.